دلوقتي بصي احنا جايين نلعب، اوكي؟ هتلعبي جاسوس مع ايمن. بص النهارده عندنا 6 الوان هنا، فكل لون في كاتيجوري اسئله معينه، ما عدا اللون الاخضر بس، ده هيكون اوضاع تصوير في الفوتو شوت اللي هنعمله. اقول لك بس اول حاجه اللون الاصفر ده هيكون عنوانه اسمه احكي لي، هتحكي موقف. اوكي. اللون الاحمر ده هيكون عنوان اسمه الراجل. الازرق دوت سوشيال ميديا. الاورنج دوت هيكون جيمز والالعاب بتاعه كده. والبنج دوت ملوش اسم، هو اي اسئله كتير. ازرق. اوكي. ايه الابلكيشن اللي مش ممكن تمسحيه من على الموبايل؟ واتساب. بتقعدي عليه كتير؟ لا، عشان لو اصحابي يكلموني، عشان لو عندي شغل، عشان ما بحبش ارد على التليفون، فهو اكتر حاجه ممكن تنجزني، يعني الناس تبعت لي عليها. وفي بحب قوي العب على التليفون، بس بلعب العاب بنات ميك اب وكده، واقعد البسها مع اللون شعرهم كده. ايه اكتر ايموجي بتستخدميه؟ اللي هو بتاع القلب، اللي هو من هو بيضحك وعنده قلبين في عينه. طب قلبي كده بيكون عامل ازاي بقى؟ بيكون عامل طيب بص، انت عارفه اشكال ايموشن صح؟ شويه. اوكي. يعني دلوقتي تعالي نشوف على الموبايل. اوكي. وعايزك تسميه كل واحد باسمه. بصي اختاري من دول اكتر حاجه بتحبيهم وسميهم. يا حرام اللي بيعيط ده كمان عامل كده، مش واحد مني. اوكي. مازن اللي هو برضو اللي كان عامل كده ده. حازم. اوكي. هاشم. تمام. اوكي. أصفر. ايه اكتر حاجه اتحبيتيها في طفولتك؟ ما كانتش طفوله مايعه كده، اصل في اطفال اللي هو يعني انا لما كنت بقى على وشي ما كانش يا حبيبتي يا روحي وشلو، لا عادي لما يا قومي يسيبوني لغايه ما اقوم. اعتقد دي كانت الطف حاجه في طفولتي، انه ما كانش بيعاملوني على اني طفله قوي، كانوا بيعاملوني على اني يعني طفله في الاول بعدين بني ادم حتى وانا صغيره. خدي اللون. اوكي. اورنج. بحب قوي لون الاورنج. طيب عشان ده احسن لون عندي هنا. اوكي. هلعب معاكي لعبه ولا اول؟ لا. هتلعب معايا لعبه اول ولا لا؟ ولا اول لا. هسالك اسئله ولا ولا لا؟ ما تجاوبيش ولا بقى ولا ولا بقى. اوكي. تمام. ولو خسرتي في اثنين. اوكي. ماشي. لو عدتي مرتين هحكم عليكي حظ. اوكي. مين؟ اوكي. ايه مين؟ رومانسيه ولا لا؟ يعني اكتر وقت بتكوني رومانسيه في امتى؟ ما عنديش وقت. يعني ما عنديش وقت النهار او ليل. لا يعني ايه اكتر وقت الهواء؟ لما اكون في علاقه، لما اكون بحب بس كده. اول مره. اوكي ماشي. بتحبي تعبر لك عن الحب ازاي؟ حد يجي يقول لي. انت بتحبيش مفاجآت؟ بتحبيش مفاجآت ولا بتحبي؟ بحب المفاجآت. انت فضوليه ولا لا؟ انا فضوليه. انا فضوليه. خلاص انت كده. فضوليه خالص. طب مره قبل كده حصل ان الفضوليه دي ودتك في داهيه؟ قبل كده حصل لك مشكله في هذا؟ ما قلتش حاجه. بتقري ولا لا؟ شك. خلاص. بس بتتفرج على كوره؟ لا، قليل قوي. لو هي الشك انا راحت خالص. انت مستفز فشخ. لا مش عليا. لا عيني فعلي. عيني فعلي. لا بجد صوتك وحش قوي قوي بجد. طب هات لي واحده ثانيه غير ان شاء الله، حتى فيها حاجه فيها. هو صوته وحش قوي، صوته كده قليل الادب قوي بجد. حاسه ان هو في حاجه مش محترمه. لا تبقى معاك ما تسلمش عليا. عيني فعنيها. وعنيها فعنيا. عيني فعنيها. وعيني فعنيا. ها؟ طب ينفع كده؟ طب يرمي بكده؟ لا لا تلبس زيك؟ لا لا وركبك زيك؟ ده سبب الدنيا في الديجيهات. لا 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 لا. طب ينفع كده؟ طب يرجيكوا كده؟ طب ينفع كده؟ طب يرجيكوا كده؟ لا ارجع متأخر. لا لا انا اول مره بصراحه اسمع الفيلم ده، انا معرفوش.